نبدأ دلوقتي نتكلم على خصائص صورة الكمبيوتر توموجرافي. أول حاجة الصورة نفسها، القيم بتاعت كل نقطة من نقط الصورة بتعرف إن هي حاجة اسمها سي تي نمبر، والسي تي نمبر ده الحقيقة بيبقى الوحدات بتاعته حاجة اسمها الأونس في اليونت. هي بيسكلي سي تي نمبر is the value of the سي تي ايمج بيكسلز expressed in أونس في اليونت. الأونس في اليونت دي اللي هي الديفينيشن بتاع الحقيقة هو بالشكل ده كده، هي عبارة عن 1000 في ميو ماينس ميو ووتر على ميو ووتر. ميو دي هي الاتنيويشن بتاع الاكس راي في الجسم، بيساوي كام؟ بتاع النقطه نفسها، بتاع المكان اللي انا باخد فيه الصوره. يعني بمعنى ان السي تي نمبر او القيمه بتاع صوره السي تي عند اي نقطه بتتناسب مع الميو او الاتنيويشن بتاع الاكس راي عند النقطه دي بالظبط. وبالتالي الحقيقه بتبقى لها اهميه كبيره الحقيقه، ان هي فعلا بتكورسبوند للبروبرتي مهمه جدا، بتتغير مع تغير نوع الانسجه، بتتغير مع الدنسي بتاعت الانسجه، بتتغير مع حاجات كتيره تخلي فعلا الصوره اللي بتطلع دي يبقى الكونتراست بين انواع الانسجه المختلفه يبقى واضح جدا. المشكله في السي تي نمبرز او القيم بتاعت صور السي تي هي ان الرينج بتاعها الحقيقه واسع جدا. يعني على سبيل المثال لو حطينا هنا ميو بتساوي صفر، لو احنا اعتبرنا الاير، الاير ده الاتنيويشن بتاعه تقريبا صفر، يبقى معنى كده قيمه السي تي نمبر هتبقى عباره عن صفر ماينس ميو دبليو اللي هي ميو ووتر اللي هي الاتنيويشن بتاع الووتر على ميو ووتر، يبقى معنى كده ماينس ميو ووتر على ميو ووتر تبقى ماينس 1 في 1000 تبقى ماينس 1000، يبقى هي المينيمم بتاعها ماينس 1000. لو حطينا هنا الميو بتاعت البون، البون ده بنتكلم على حاجه في حدود مثلا ممكن تبقى مثلا من ثلاث مرات قد، او يعني ممكن تبقى اكتر من كده كمان، اربع مرات قد الووتر. فمعنى كده بنلاقي ان هي ممكن توصل في البول ل 3000، يعني تبقى دي مثلا عباره عن مثلا 4 ميو ووتر، 4 ماينس 1 يبقى 3 ميو ووتر على ميو ووتر تبقى 3 في 1000 تبقى 3000. فالحقيقه الرينج بتاع الارقام في النورمال تيشوز كبير جدا، من ماينس 1000 لغايه 3000. اكشولي ال 3000 دي ممكن تبقى اكتر من كده كمان، لو احنا عندنا في بعض الاحيان مثلا عندنا تركيبات معدنيه موجوده عندنا في الجسم ممكن تبقى اكتر من كده كمان. بس حتى في الرينج اللي هو الطبيعي اللي هو من ماينس 1000 ل 3000 عندنا مشكله، ان عندنا 4000، يعني 4000 يعني الرينج نفسه 4000. 4000 ده فيه مشكله طبعا ان احنا ما نقدرش ان احنا نشوفه بشكل واضح على اي مونيتور من المونيتورز اللي احنا بنستعملها في الكمبيوتر. يعني بيسكلي لو انا بتخيل دلوقتي الكمبيوتر العادي بتاعي اللي انا بستعمله دلوقتي في اي مكان، دايما هلاقي الجري فاليوز بتاعتي، جري سكيل بتاعي دايما من 0 ل 255. يعني عمري ما بلاقي اي مونيتور دلوقتي فيه اكتر من 256 جري ليفل. فبالتالي لو انا عرضت صوره فيها 4000 ليفل، يعني من ماينس 1000 ل 3000 تعتبر 4000 ليفل. 4000 ليفل هيبقى في منتهى الصعوبه ان اشوف التفاصيل. بمعنى ان انا لو عندي انواع مختلفه من الانسجه هلاقي مثلا الانسجه اللي هي تعتبر القيم بتاعتها قليله او قريبه من بعض تظهر كلها زي بعض. يعني انا العينين البشريه، العين البشريه ما تقدرش تشوف اكتر من 16 ديفرنت ليفل، يعني عشان تفرق بينهم بطريقه يعني يعني فيها يعني ثقه او فيها يعني 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 بتتكرر بشكل يعني مستمر، يعني ما بقاش فيها خطا كبير، دايما بحب ان انا ما ازودش عن 16. هنا بتكلم لو عندي 4000 ليفل لو قسمتهم على 16 الاقي مثلا بتكلم على يعني كل مثلا 200 ليفل ولا حاجه يبقوا حاجه واحده. وبالتالي الكونتراست البسيط اللي بين انواع الانسجه المختلفه وبعض، او لو في عندي تغير طفيف في انواع الانسجه او في نوع معين من الانسجه نتيجه لتغير مرضي، يعني هيبقى صعب جدا ان انا اشوفه. فالحقيقه الحاجه اللي اتعملت في السي تي علشان تسمح ان احنا نشوف الكلام ده بشكل احسن هو ان احنا نعمل حاجه اسمها ويندوينج. الويندوينج الحقيقه بيعمل حاجه ان هو بياخد يعني بياخد حاجه اسمها ويندو سنتر وبياخد حاجه اسمها ويندو ويدث. بياخد السكيل بتاع الاونس في اليونتس اللي هو بيبقى من ماينس 1000 لغايه 3000، واخد منه جزء معين بيبقى سنترد حوالين سي ولو ويدث معين دبليو، وهو ده اللي اعمل له مابنج للجري سكيل اللي انا بعرضه في الكمبيوتر بتاعه على شاشه الكمبيوتر. وبالتالي انا هنا عملت اختيار لمكان معين ورينج معين عشان اعرضه، اي حاجه اكتر من كده بعرضها ان هي ابيض، اي حاجه اقل من كده بعرضها ان هي اسود. الحقيقه لو احنا بصينا على انواع الانسجه المختلفه
هلاقي ان احنا بنتكلم عن الحاجات اللي هي الرينج بتاع الماينس الف ده بيبقى فيه الحاجات اللي فيها هواء زي اللانجز مثلا، والحاجات اللي هي يعني دايما بيبقى فيها هواء. الحاجات اللي في الصفر هي اللي قريبه من ان يكون فيها ميه، مثلا زي الانسجه العاديه كلها بيبقى عاده بيبقى شكلها زي الميه. طبعا الدم نفسه والانسجه نفسها بيبقى فيها كميه من الميه في الاكستراسيلولر والانتراسيلولر سبيس، فدايما كلها بتبقى موجوده قريبه من الزيرو. الجزء الكبير اللي هو اعلى من كده بيبقى في البون. فالحقيقه بختار ويندو معينه، الناس اختارت مثلا او الناس تعرفت ان يبقى في عندهم مثلا لانج ويندو بتبقى واخده من هنا لغايه هنا مثلا، ويبقى السنتر بتاعها هنا. لو عايز بون بتكلم ان انا بشفت الكلام ده شويه، لو بتكلم على السوفت تيشو ويندو باخد مثلا ويندو تبقى حوالين بس الصفر، يعني من ماينس لبلس حاجه صغيره هنا. يعني الناس تعرفت ان يبقى في عندنا انواع مختلفه من الويندوز زي ما احنا شايفين كده، كل واحده من الويندوز دي تاخد لي جزء من السكيل وتعرضه لي بشكل يسمح لي اشوف الصوره بشكل اللي انا عاوزه بالظبط. فهنا زي ما انتم شايفين كده، يعني دي الطبيب نفسه وقاعد على الفيوينج ستيشن يقدر يغير الويندو اللي هو السنتر بتاعها ويغير الويدث بتاعها عشان يقدر يشوف الصوره بشكل واضح. انا هوريكم مثال دلوقتي عملي، يعني مثلا دلوقتي عندنا صوره بالشكل ده كده، دي نفس الصوره هي هي، خدت لها ويندو مختلفه بقى شكلها كده. انا هنا مركز على البون زي ما انتم شايفين كده، البون هنا ما كان شكله صعب جدا ان انا الاحظه من السوفت تيشوز الموجوده حواليه. هنا لما انا عرضته بشكل مركز على البون، يعني حطيت بون ويندو بالشكل ده كده، ظهر لي البون بشكل اوضح بكتير جدا من الحاجات اللي حواليه. الحقيقه في برنامج لطيف جدا اسمه ايمج جي، ممكن ننزل صوره من الصور اللي هي دايكوم، اي صوره من صور مثلا سي تي من على الانترنت، اي صوره دايكوم، ونقدر نعرضها بالشكل ده كده، ونقدر نغير يعني يسمح لنا ان احنا نقدر نعمل الويندو والسنتر، يعني نختار السي والدبليو دول زي ما انتم شايفين هنا كده، ونعرض الصوره زي ما احنا شايفين هنا كده بالشكل اللي هيطلع بناء على الايه الاختيار بتاعنا للويندو وللسنتر. يعني هنا هو واخد الويندو من اول هنا، من اول نقطه لغايه اخر نقطه هنا، ياخد كل النقط، والسنتر طبعا هيبقى في النص بينهم. خلينا نشوف مع بعض كده، يعني نشغل دي كده نشوف عند different values ايه اللي هيحصل. انا هنا دلوقتي اللي هيحصل ان انا هغير هنا، وهتشوفوا التغير ده في الصوره، تغيير الكيرف ده هيغير لي ايه هنا في الصوره. زي ما انتم شايفين انا بغير الويندو دلوقتي، بحركها زي ما انتم شايفين، بغير السنتر هنا. لما بغير السنتر زي ما انتم شايفين كده بشوف حاجات مختلفه، زي ما انتم شايفين هنا ايه اللي بيحصل. هنا انا بغير بس السنتر، هنا بغير الويدث. لما بغير الويدث عند نفس السنتر زي ما انتم شايفين كده بتشوف حاجات مختلفه جدا. هنا الحاجه اللي اقل بتبقى صفر، والحاجه اللي اكبر بتبقى وايت، بتبقى يعني 255 يعني ابيض. زي ما انتم شايفين كده انا خدتها بعيد خالص. هنا زي ما انتم شايفين انا خدت الجزء اللي فيه اللانجز شكل واضح جدا، مركز على الجزء اللي هو قليل. بتحرك شويه بشوف السوفت تيشوز، زي ما انتم شايفين هنا بشوف حاجات ما كنتش شايفها قبل كده. هنا اتحركت بقى الناحيه الثانيه ناحيه البون، هنا انا مش شايف غير البون. فهنا اكشوالي الطريقه اللي انا يعني بعرضها دلوقتي حالا دي، الطبيب بيقدر ينفذها وهو قاعد على الفيو ستيشن، بحيث ان هو يقدر يشوف من نفس صوره السي تي، يشوف صوره يبقى مركز فيها على السوفت تيشو، صوره مركز فيها على الحاجات اللي زي اللانج اللي بيبقى فيها هواء، صوره ثانيه يبقى مركز فيها على الحاجات اللي فيها بون، بحيث نفس الصوره تصلح ان هو يشوف بيها كل انواع التيشوز مختلفه بطريقه دقيقه جدا جدا جدا. وده طبعا بيسمح لنا ان احنا صوره واحده، ما فيش بقى ناخد صوره مثلا مره عشان اشوف البون وصوره مره عشان اشوف السوفت تيشو، لا هي صوره واحده للسي تي، واقدر اشوف منها كل انواع التيشوز بطريقه واضحه جدا باستعمال طريقه الويندو دي.